بالتأكيد الأمر مرتبك حتى الآن، ولكن أنا لدي تحليل خاص أود أن أطرحه على حضرتك. أن إسرائيل تريد أن تسور النصر، وسورة النصر من وجهة نظرها هو السيطرة على معبر رفح، والإشارة أنها تسيطر على جميع الجوانب الخاصة وجميع المعابر الخاصة ب قطاع غزة، وترى أن سورة النصر هذه هو السيطرة على المعبر ورفع العلم الإسرائيلي كما رأينا. ولكن في رأي المتواضع أيضا أن هذا هو سيرضي غرور نتنياهو الذي رضخ بالفعل وقبل بالصفقة، وأن هناك كثير من التسريبات تتحدث أن الصفقة أنجزت بالفعل، وأنه سينسحب الجيش الإسرائيلي مرة أخرى ومن من رفح ومن قطاع غزة ومن محور نستريم، وسيسمح بعودة الفلسطينيين إلى الشمال وفق المقترح المصري الذي تحدثتم عنه في مقدمتكم، ووافقت عليه حماس وإسرائيل، بالإضافة إلى ذلك إلى إنهاء القتال. طيب اليوم هناك كان من المفترض أن يزور وفد من حماس ألو، وإسرائيل العاصمة المصرية القاهرة للتوقيع على هذا الاتفاق، هل سيتم هذا الاتفاق أو هل ستتم هذه المفاوضات أم أن هناك اجتماع عاجل لجميع الأطراف؟ أنا في رأيي المتواضع أن قد يكون هذا الاجتماع يضع الرتوش النهائية لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المختطفين بالتدريج وفق عملية ثلاثية تتم، أن يتم إطلاق يعني المختطفين بشكل متدرج خلال الأيام المقبلة. دائما ما كانت تعلن مصر أن السيطرة على معبر رفح أو محور صلاح الدين سيهدد اتفاقية السلام أو الاتفاقيات الأمنية مع إسرائيل، لا نجد اليوم حتى أي تصريح من الجانب المصري حول ذلك. يا سيدي الفاضل، حتى الآن إسرائيل لم تدخل إلى محور صلاح الدين أو محور فيلادلفيا، رغم أنها وصلت إلى معبر رفح، لكنها هذا المعبر في الشرق ومحور فيلادلفيا في الغرب، فإسرائيل لم تسيطر عليه حتى الآن كما روج أو كما يتحدث البعض أن كان هذا الخط الأحمر المصري، وأن هذا يضع الاتفاقيات خاصة بكامب ديفيد والاتفاقية الأمنية الملحقة باتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية والتي كانت قبلها اتفاقية كامب ديفيد برعاية أمريكية. لذا حتى الآن لا يتضح الأمر أمام المجتمع الدولي ما إذا كان هناك نوايا إسرائيلية باقتحام محور فيلادلفيا أم لا، ولكن أنا أعتقد أن ما قلته لك في البداية أن ما تفعله إسرائيل هو البحث عن صورة نصر من خلال السيطرة على معبر رفح، وأن هذا المعبر هو كان يخضع للسلطة الفلسطينية وفق اتفاق المعابر 2005، ثم سيطرت عليه حماس في عام 2007 قبل انقلاب ضد السلطة الفلسطينية، واليوم عادت الأوضاع ما قبل اتفاق المعابر 2005. إذن ما المتوقع خلال الساعات المقبلة باعتقادك أستاذ محمد؟ بيان الخارجية المصرية تحدث عن إدانة هذه العمليات ودعا إلى وقف العنف وخفض التصعيد الفوري لمثل هذه الممارسات، وبالتأكيد أن سيجد في الأمور جديد، وقد يكون هناك وقف إطلاق نار وتتم الموافقة على المقترح المصري الذي قدم لجميع الأطراف خلال الأيام الماضية، وكان هناك زيارة لرئيس المخابرات الأمريكية لكل من مصر والدوحة، وكان يبدو أن هناك ملامح أن هناك دعم أمريكي للمقترح المصري بهدف إنهاء هذه الحرب ووضع وأن تضع أوزارها حفاظا على الدماء الفلسطينية وإنهاء هذه الحرب. أشكرك جزيل الشكر محمد حامد، مدير منتدى شرق المتوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية، على هذه المداخلة. كنت معنا مباشرة من العاصمة المصرية القاهرة.